خلينا نوضحها أكثر. الأدوات أنك ستحارب الفساد وأدواتك هي أيضا فاسدة. أنت تقصد هنا هذا الخطاب موجه إلى السيد مقتدى الصدر، يعني الأدوات تقصد شركاء الصدر اللي هم السيادة والديمقراطي الكردستاني، لا يمكن للصدر أن يتعامل معهم كأدوات لأنهم فاسدين في مكافحة الفساد. حتى نحكي مكشف للناس دكتور، يعني هو الأمر المؤلم أنه الطبقة السياسية الآن، يعني أنا حكيت مع أحد رؤساء الوزراء اللي كان مرشح أي أثناء تكليفه، أي قلت له نعم. عندك قدرة على ضرب الفساد حتى نوقف معاك؟ قال أخوي هو يعني إلما نضرب، وهي يعني معظم الموجودين فاسدين. أي وأضاف كلمة أخرى أنه حتى إحنا لا إحنا شوية منها. طيب أي. أنت إذا تسمع شخص بهذا المستوى يتكلم بهذه الطريقة، حتى إحنا لا إحنا شوية منها، أي. ومشخص أنه معظم الكتل السياسية هي متورطة بموضوع من هذا النوع. زين. يعني أنا أقول أنه يعني اللي يعني سيد مقتدى أو غيره إذا يريد يبدي مشروع من هذا النوع عليه فعلا النجح في تشكيل حكومة، عليه أن يبدأ بالقريبين عليه سواء من تياره أو من الكتل السياسية المئتلفة معه. زين. باعتباره هو الكتلة الأكبر في هذا المشروع. أي. وإلا راح يعني الناس تصل إلى مرحلة يقول لك هذا مشروع إحنا أنطينا أصواتنا وصلنا إلى قلنا عندنا أمل كبير أنه هذا راح نبني عليه، وإذا يطلع نفس الشيء والفساد مستمر يعني مثل ما هو دكتور الآن. دكتور يعني قبل أن يبدأ المشروع نعم. الجماعة كلهم معروفين وكل من طين تبخده، أنت تعتقد إحنا ما عدنا وقت ننطي آخر، تعتقد هذه القوى وهذه الأدوات ناجعة بريئة تمتلك قدرة على التغيير؟ أنت بتحليلك بناء على واقع. يعني هو حتى اللي أخطأ في يوم من الأيام إذا يريد يراجع نفسه ويتوب وينطلق انطلاقة جديدة، حتى أولا الله سبحانه وتعالى يعني يغفر له قسم من ذنوبه، واثنين الشعب ينسى بعض ما سواه ويبدي بداية جديدة، نقول يعني خلاص تحملناه فترة ونبدي وياه المرحلة الثانية، لأنه أدوات محاسبة كل هاي الناس، إمكانية محاسبة كل هاي الناس ما يصير إلا بثورة عارمة، والثورة العارمة تعرف حضرتك أيضا لها تبعاتها.